أول شيء بيشرفني يكون بيناتكم أطباء المستقبل يلي اليوم رح يعملوا عبور كتير كبير على حلم بلش يتحقق، حلم أكيد كلفهم سهر كتير وبانتظارهم بعد سهر أكتر وأكتر، حلم بعتقد أنه شغل البيت كله، شغل البيت كله، وأكيد أمكم وبيكم كانوا يقلقوا كل ما عندكم امتحان، كأنه كل البيت عنده امتحان. بهيدي المهنة بالتحديد الكل بفوت بلعبة الجهد ولعبة الفخر. ما بعرف ليش بهيدي المهنة الأهل بيفتخروا من ساعة يلي ابنهم بيختارها، من ساعة يلي ابنهم أو بنتهم بيقولوا بدنا نطلع أطباء، الأهل ببلشوا يعيشوا الفخر. ابني عم يعمل حكيم، ابني بده يدرس حكيم، وبخبر كل الناس. نحن بمهنة مثل حكايتنا بدنا وقت كتير للناس تبلش تلاحظنا أو لأهلنا يهدونا رضاهم. طبعا بلشت هلا احكي عن اول عقده يلي كلنا منعيشها بالبيت، لما اهلي كانوا عم بيقولوا لي ليش ما بتعملي دكتوره؟ ليش ما بتعملي طب؟ ليش ما بتختاري هيدا الطريق؟ لانه هيدا الطريق كل اهلي بيتمنوا عليها. ما بعتقد في ولا بيت ما بينطرح فيه هيدا الموضوع وهيدي المهنه بالتحديد. كنت دائما اسال ليش هيدا السؤال، بس على القليل اليوم كنت حابه لو اهلي اجوا معي يشوفوني عم بلقي خطاب باطباء. بس لما كنت اسال هالناس ليش بتحبوا اولادكم يكونوا حكمه، كان اكثريه الاجابات تكون مال وبرستيج. يعني كان ينقال كل شيء له علاقه بشكل من اشكال السلطه. ما حلو هالجواب، ما كنت حبه، كنت اعتبر هيدي مهنه متورطه بالارواح. ايه متورطه، وهيدي هي الكلمه المضبوطه، وبعد شوي بشرح لكم ليه اخترت كلمه متورط بالارواح أو المهنة المتورطة بالأرواح. كنت دايماً أطلع على الطبيب على أنه صانع الحياة، نخلق على إيده وأحياناً نودع الدنيا بين إيديه، وبكل هالوقت هو بيرافق أغلى شيء بحياتنا اللي هو صحتنا. بيعرف شو يعني موجوع، بيعرف شو يعني موجوع بلا ما أشرح له وبلا ما أعطيه صور ومشاهد، بيفهم علي بلا ما أحكي. بيتحدى المجهول احيانا لاجل الحياه، وبحالات الامراض المستعصيه بيحتال على المرض من اجل الحياه. صوره هيك ملائكيه كان عندي اياها وبعدها عندي اياها على الروب الابيض. بس هالصوره انضم الى صوره ثانيه لما فتت على الاعلام ولما كبرت وشفت الواقع بكل تفاصيله وفقدت عزيز من بيتي نتيجه اهمال طبي. حسيت انه لا، ما في شكل واحد للاطباء. في مثل كل المهن كثير اشكال. في أطباء بيغرقوا بالمكاسب فقط، في أطباء بيهملوا مرضاهم، في أطباء ما بيشغلوا ضميرهم، في أطباء بيطولوا بالتشخيص قصداً ليستفيدوا من علاج طويل، وفي أطباء حتى بيزوروا أوراق وفحوصات. بالفعل ما في مهنة فيها بس ملائكة. منشان هيك السؤال اللي لازم كل حدا فيكم يسأله لحاله يوم، أنا ليه اخترت هالمهنة؟ أنا ليش بدي أكون طبيب؟ وكل ما حليت الإجابة وكل ما تطورت هالإجابة، لو بلشت بغير نية ولو بلشت بغير معرفة وبغير إدراك، كل ما تطورت هالنية يوم بعد يوم وهالإجابة يوم بعد يوم، هيدا الروب الأبيض رح يشع مثل الشمس اللي بتطلع على أي مريض بعد ليل طويل. رح يضوي لما الجواب يطلع أحلى وأحلى، لما أعرف أنا ليه تورطت بمهنة الأرواح. تورط، ورطة، ايه هيدي مهنة الأرواح ورطة. ليش؟ كلمة ورطة يعني شيء اللي ما فينا نطلع منه. الحب ورطة، الشغف ورطة، الإنسانية ورطة، والطموح أكيد ورطة. منشان هيك الطب ورطة. أنا درست بالجامعة بزنس، اشتغلت كثير على حالي، اشتغلت حتى بالجامعة وقت، بعدين رحت على مصرف لبنان على لجنة الرقابة على المصارف. ما بدي كثير طول بسيرتي لأنه حابة أحكي أكثر عن الشباب والصبايا اليوم. بس هيدي المهنة اللي بلشت فيها، بلشت يمكن بأفضل مكان يعتبر بلبنان لخريج بزنس، إنه بمصرف لبنان. بالصدفة رحت مع صديقات على التلفزيون وطلب مني المخرج أنطوان ريمي والمخرج مكرم حنوش إنه أعمل أنا التست. فتت وقالوا لي أنت حتكوني معنا مش أصحابك. فالمهم بعد ما اخذت القرار الصعب برأي كل المجتمع اللي حوالي واهلي اللي هن موظفين بسيطين
اعتبروا انه مصرف لبنان يعني احسن شيء ممكن حققه بحياتي. وبعد مسيره طويله بكل الحياه وفشل كثير ونجاح كثير، بتقلي امي جمله ما بنساها: هلا بدك تتركي مصرف لبنان لتروحي تقولي صباح الخير على التلفزيون؟ حدا بيعملها؟ هلا بتتركي شغل بيضمن لك حياتك بعد ال 64 شو ما كان نوع المرض اللي ممكن يصيبك مشان تقولي صباح الخير على التلفزيون؟ قلت لها طب بركي ما عشت لل 64 كون خسرت احلى ايام حياتي ومتعه يوميه كرمال انا اضمن اخرها ما بعرف شو هي؟ ليش انا كرمال اعيش بقيمه ماديه معينه ببيع شغفي وببيع حبي وببيع شيء لقيته؟ المهم اشتغلت وقت طويل، ولانتهت المسيرة الطويلة ما طول كتير عليكم لأنه لحالة بدها حالة حكاية، وصلت آخر شيء على برنامج اجتماعي صاخب جدا، وأخذت قرار أني أخذ ولا هيدا البرنامج بغض النظر عن كتير كلام انقال حول أنه النساء ما فيهم يعملوا هالنوع من البرامج، وأنه كيف مرأة بدها تحط راسها براس بعض رجال الدين الفاسدين وبعض السياسيين الفاسدين وبعض كتير من الحالات والمهن الفاسدة بالبلد، وقررت أني فوت بهيدا الموضوع. في مفارقة جميلة لها علاقة بالطب بهذا الموضوع، كنت أقدم هذا البرنامج غطس حالي بالمشاكل، الحق العالم على البيت، أشرط الناس ولادهم إذا عم بيعنفون، أتدخل بالمحلات اللي ما خصني فيها. تابع الناس للآخر يعني حتى بعض الأهل كانوا يقولوا لي إنه جايب الناس على البيت، حدا بيفتح بيته كمان يعني مكتب ليتابع فيها قضايا العالم. اللي فيني أقوله إنه ما كنت بحياتي إعلامية موضوعية ولا مرة، ولا حيادية، ولا بعمل شغلي باحتراف. كنت بعمله بحب وبجنون، لا بل بتهور احيانا. كانوا يقولوا لي هيك شغله يمكن تستفز الاطباء هلا شوي، يقولوا لي الناس اللي بيشتغلوا معي لانه يتعبوا على تعبي.